بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، قال الشيخ حافظ رحمه الله تحت عنوان ولو الإيمان بالصفات، وفي شرح قوله في المتن: وكل ما له من الصفات أثبتها في محكم الآيات أو صح فيما قاله الرسول فحقه التسليم والقبول. بعد أن ذكر جملة من آيات الصفات شرع في ذكر الأحاديث فقال: أو صح فيما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم من الأحاديث النبوية الصحيحة، كقوله صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل فيقول الله تعالى: أنا مع عبدي حين يذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. متفق عليه من حديث أبي هريرة. وهذا الحديث فيه إثبات المعية الخاصة لعباده الذاكرين، الله عز وجل مع من يذكره، كما أخبر سبحانه وتعالى معية تليق بجلاله وعظمته، وهي معية محبة وحفظ وتأييد وعناية، ومعية ذكر له بالثناء في نفسه عز وجل أو في الملأ الأعلى، حسب ما يذكر العبد، وهي معية منزهة عن الحلول والاتحاد، ولا تحتاج إلى نفيها أو تأويلها، بل هي على حقيقتها، ولكن تصان عن الظنون الكاذبة كما ذكرنا من الحلول أو الاتحاد أو غيرها. وأيضا هذا الحديث يدل على إثبات الذات، وورد لفظ الذات ولفظ النفس في الكتاب والسنة، وها قال سبحانه وتعالى عن عيسى عليه الصلاة والسلام: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. والنفس هنا بمعنى الذات كما ذكرنا. ولفظ الذات ورد في قول إبراهيم الخليل عليه السلام في الحديث الصحيح: إني كذبت ثلاث كذبات ثنتان منهما في ذات الله. وفي الصحيح الموقوف قول خبيب رضي الله تعالى عنه: ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي، وذلك في ذات الإله، وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزعي. إن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، والمراد بذلك الذات. وإن ذكرني في ملأ، وهم الأشراف ذوي المكانة والقرب. إن ذكر الله عز وجل في جمع من الناس، وهذا لأن من يذكر الله سبحانه وتعالى له شرف ومنزلة، ذكره الله عز وجل في ملأ من الملائكة خير منهم. احتج بهذا الحديث من يرى تفضيل الملائكة على البشر، وهو يدل على ذلك دلالة ظاهرة وهم في الدنيا، وأما في الآخرة إذا دخل المؤمنون، طبعا المقصود تفضيل الملائكة على صريح البشر، إذا دخل المؤمنون الجنة فظاهر الأدلة تفضيل صالح البشر. قال عز وجل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. وهذا الحديث يدل على أن هناك، يعني مطلقا يعني يدل على أن هناك من الملائكة من هم أفضل من صالحي البشر، ولا يلزم تفضيل كل الملائكة أو أي منهم على كل صالح البشر. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق في الدنيا والآخرة. وقوله
كقوله صلى الله عليه وسلم: سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه مداد كلماته. رواه مسلم الأربعة من حديث ابن عباس: سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. يعني مداد كلماته مش موجودة في الحديث هنا، لكنها في أصل الحديث. الشاهد منها رضا نفسه، وذلك إثبات صفة الرضا لله عز وجل، وكذلك النفس ورضا نفسه، وكذلك إثبات الكلمات في الجزء المحذوف من الحديث مداد كلماته. قال عز وجل: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. فكلماته لو كتبت بالبحر لنفذ البحر، لو كان لها مدادا، كان البحر لها مدادا لنفذ ولم تنفذ كلمات الله سبحانه وتعالى. وقوله صلى الله عليه وسلم: لما قضى الله الخلق كتب في كتابه على نفسه فهو موضوع عنده على العرش. كتب على نفسه بمعنى أوجب سبحانه وتعالى على نفسه، كتب في كتابه على نفسه، يعني جعل ذلك حقا أحقه على نفسه، لم يستحقه الخلق بأنفسهم ولا بأعمالهم. قال: لما قضى الله الخلق كتب في كتابه على نفسه فهو موضوع عنده على العرش، إن رحمتي تغلب غضبي. فيه إثبات النفس، وفيه إثبات علو الله على عرشه، أنه قال عنده على العرش، فهو موضوع عنده على العرش. التصريح بأن بعض الأشياء مختصة بأنها عنده عز وجل دليل على الفوقية، وإذا أضيف إنها على العرش كان ذلك تصريحا أن الله فوق العرش. وفي إثبات الرحمة والغضب: إن رحمتي تغلب غضبي، وفي رواية تسبق غضبي، بمعنى أن أكثر خلقه مرحومون، أن أكثر خلقه مرحومون وأهل الغضب أقل. وهناك من يغفر لهم ممن يستحقون عقاب الله عز وجل وغضبه، فيرحمهم الله سبحانه وتعالى وهو أرحم الراحمين، كعصاة الموحدين الذين يخرجهم عز وجل برحمته من النار. وهذا من آثار أن رحمته تغلب غضبه. وليس معنى ذلك زوال صفة الغضب بالكلية، بل الرحمة أوسع من الغضب، ومن يرحمه الله عز وجل من خلقه أكثر. فقد يقول قائل: كيف ذلك وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أهل النار 999 من كل 1000؟ فنقول: أولا، لا يلزم من ذلك أنهم يخلدون جميعا في النار، بل أهل النار منهم من يدخلها ويخلد فيها وهم الكفار، ومنهم من يدخلها ثم يخرج منها. فالحديث 999 في يمكن أن يكون في كل من يدخل النار، سواء كان من عصاة الموحدين أو من الكفار. ولو فرض أنه في الكفار فقط، فإن الإنس والجن إلى جانب من يرحمه الله عز وجل من خلقه من الملائكة ومن سائر الكائنات الأخرى، ممن هم في رحمة الله سبحانه وتعالى، وممن يخلقهم في الجنة، ومما خلق لأهل الجنة من أنواع الكرامات، وكل ذلك من خلقه المرحومين ابتداء وانتهاء. فجملة من يرحم من خلقه أكثر بكثير ممن يعذبهم سبحانه وتعالى من المغضوب عليهم من أهل الكفر من الإنس والجن. وكل الخلق يعني غير الإنس والجن مطيعون لله سبحانه وتعالى، لا يخرجون عن أمره، بل له أسلم من في السماوات والأرض
طوع وكرها كما أخبر عز وجل. وقد يعني احتج به بعض من يقول بفناء النار على فنائها من أن الرحمة تغلب الغضب. قد ذكرنا أن الحديث لم يدل على زوال الغضب بالكلية، فهو احتجاج باطل لا دليل من الكتاب والسنة عليه، بل أدلة الكتاب والسنة على بقاء النار وعدم فنائها وعدم فناء أهلها، بل كلما خبت كما قال عز وجل كلما خبت زدناهم سعيرا، فقال عز وجل لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون، نعوذ بالله من النار. وإنما الحديث يدل على أن الرحمة أوسع من الغضب وأسبق منه، ولا يعني ذلك زوال صفة الغضب بالكلية حتى يقال بفناء النار، وأنما أن نهاية أمر أهل النار إلى انتهاء العذاب. هذا الكلام كلام باطل لا شك في بطلانه، ومعروف أن المحتج على ذلك الإمام ابن القيم رحمه الله غفر الله له في كتاب أحد الأرواح وفي شفاء العليل، احتج بهذا الحديث على ذلك، وهو كما ذكرنا احتجاج باطل، فالقول بهذا بدعة ضلالة. وعن جابر رضي الله عنه قال لما نزلت هذه الآية قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، قال النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بوجهك، قال أو من تحت أرجلكم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بوجهك، قال أو يلبسكم شيعا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا أيسر، رواه البخاري وغيره. والحديث في إثبات وجه الله سبحانه وتعالى، نعوذ بوجهه عز وجل أن يبعث علينا عذابا من فوقنا أو من تحت أرجلنا. والافتراق أيسر من القذف والخسف، هكذا اختار النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أن بقاء الحق في الأمة رغم وجود الافتراق يجعل الرجوع إلى الحق ميسرا وسهلا، لأن الافتراق مع وجود طائفة من الأمة على الحق ظاهرة لا يضرها من خلفها وخذلها ييسر لطالب الحق أن يرجع وأن يتمسك به بحمد الله تبارك وتعالى، فيكون الافتراق رغم ضرره أيسر، نسأل الله العافية ونعوذ بالله من كل سوء. وقوله صلى الله عليه وسلم أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن يحل بي غضبك وينزل بي سخطك لك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك، رواه محمد بن إسحاق في سيرته، وهو إن كان ضعيف الإسناد إلا أن شهرته في كتب السيرة يعني معروفة عند أهل العلم، قد يقال في مثل ذلك الدعاء يعني شهرته تغني عن إسناده، يعني في جواز وصحة الدعاء بذلك، فإنه دعاء عظيم القدر وفيه يعني توسل إلى الله عز وجل بأسمائه وصفاته وافتقار تام إلى الله عز وجل، فيه إثبات نور وجهه عز وجل، إثبات صفة الوجه وصفة النور له، وإثبات صفة الغضب والاستعاذة بالله سبحانه وتعالى من غضبه وسخطه، وصفة الرضا لقوله لك العتبى حتى ترضى، وإثبات القوة لله عز وجل، ولا حول ولا قوة إلا بك، فلا تحول من حال إلى حال إلا بقوة الله وإرادته ومشيئته سبحانه وتعالى، ولا قوة لعبد من العباد إلا بالله سبحانه وتعالى، في هذا كمال التوكل على الله عز وجل. وقوله وأسألك لذة النظر إلى وجهك، هو حديث صحيح، أسألك لذة النظر إلى وجهك فيما سأله النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا في إثبات وجه الله عز وجل وإثبات الرؤية. وقوله صلى الله عليه وسلم مثل المجاهد في سبيل الله ابتغاء وجه الله مثل القائم المصلي حتى يرجع المجاهد، اتفق عليه من حديث أبي هريرة.
يعني الاستدلال بذلك على صفة الوجه أيضا من قوله ابتغاء وجه الله. والحق أن هذا استعمل كثيرا، ابتغاء وجه ربي الأعلى، ابتغاء وجه الله، وهو على حقيقته ويعني يشمل طلب الثواب. فأعظم ثواب يطلبه المؤمن هو النظر إلى وجه الله عز وجل، فهو يبتغي النظر إلى وجه الله كما أنه يبتغي وجه الله يعني ثوابه، فكل ذلك داخل في هذا التعبير أو هذا اللفظ. وقوله صلى الله عليه وسلم: من استعاذ بالله فأعيذوه، ومن سألكم بالله فأعطوه، حديث صحيح رواه أحمد وأبو داود وابن خزيمة من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وكأنه حمله على السؤال بوجهه: من سألكم بالله، أي بوجهه، أو أنه أراد أن يذكر لا يسأل بوجه الله إلى الجنة، وذكر هذا الحديث كدلالة أن يسأل بالله أي بوجهه، وإن كان غير يعني كان اللفظ في الحديث لم يذكر صفة معينة. وقوله صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص: إنك لن تخلف بعدي فتعمل عملا تريد به تريد وجه الله تعالى إلا ازددت به رفعة ودرجة، رواه البخاري وغيره من حديث سعد. لن تخلف بعدي، حين قال له سعد في مرضه: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخلف بعد أصحابي، يعني أبقى بعد أن يموتهم، فقال: إنك لن تخلف بعدي فتعمل عملا تريد وجه الله. وهذا هو الشاهد، وهو إثبات صفة الوجه لله عز وجل. وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا قمتم إلى الصلاة فلا تلتفتوا فإن الله يقبل بوجهه إلى وجه عبده، وهو حديث صحيح رواه الترمذي وابن خزيمة البيهقي وأحمد. إن الله يقبل بوجهه إلى وجه عبده، فيه إثبات صفة الوجه وإثبات إقبال الله سبحانه وتعالى بوجهه إلى وجه عبده، وكل ذلك على صفة تليق بجلال الله لا يشبه وجوه المخلوقين ولا إقبال المخلوقين، والله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قوله صلى الله عليه وسلم في صفة الدجال: ألا إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور، متفق على صحته، وهو يدل على إثبات صفة العينين لله عز وجل، صفة العينين، وذلك أن نفي النبي صلى الله عليه وسلم العور عن الله والعور يعني خلاف العينين، إذا كان له عين واحدة فهو أعور، ولو كان له أكثر من ذلك كذلك. الصحيح أن الله عز وجل له عينان، كما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ: إن الله كان سميعا بصيرا، ووضع إبهامه وسببته على أذنه وعينيه. وهذا الحديث: ألا إن ربكم ليس بأعور، وضع رأس الرسول صلى الله عليه وسلم يده على عينه، في صفة العينين لله عز وجل. ونقل ابن أبو الحسن الأشعري في الإبانة، وهو من آخر ما ألفه، اتفاق أهل السنة على إثبات أن لله عينان. الحديث متفق عليه من حديث أنس وابن عمر وغيرهما. وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة: يقول الناس لآدم: أنت آدم أبو الناس، خلقك الله بيده، الحديث متفق عليه عن أنس رضي الله عنهما، خلقك الله بيده، في إثبات صفة اليدين لله عز وجل، لهذا مع غيره من الحديث. وقوله صلى الله عليه وسلم: يد الله ملأى لا تغيضها نفقة سحاء الليل والنهار، أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يمينه، قال: وعرشه على الماء، وبيده الأخرى الميزان يخفض ويرفع. يد الله ملأى بالخير والبركة لا تغيضها لا تنقصها نفقة، مهما أنفق على عباده لا ينقص ذلك مما عنده،
سحاء الليل والنهار دائم الصب على عباده بالخيرات، دائم صب الخير على عباده بالليل والنهار. أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض؟ النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى التفكر والتدبر فيما أنفقه الله عز وجل على عباده منذ خلق السماوات والأرض من أرزاق هائلة وعطايا ومنن ونعم. كل مخلوق يوجد على ظهر الأرض أو في باطنها أو في السماء وهو مغمور بنعم الله، والله عز وجل يعطيه ما شاء من النعم ثم يرحل في بحمد الله عز وجل، ويأتي مخلوق آخر يكون أيضا يعطيه الله عز وجل من النعم ما شاء سبحانه وتعالى. وكل ذلك لم ينقص مما ما في يمينه عز وجل. وقال هنا في هذه الرواية: وبيده الأخرى الميزان يخفض ويرفع. بيده الأخرى، لم يذكر يعني في وصفها أنها شمال أو يمين، وستأتي الأحاديث أنها يمين مباركة كذلك، والتي فيها ذكر الشمال أيضا صحيحة، وهي يمين في البركة، فالشمال يمين مباركة، وذلك لنفي النقص الذي قد يتوهمه البعض كما يعلمه الناس عن شمال الناس، فشمالهم أضعف وأقل خيرا وبركة. فنفى الله رسوله صلى الله عليه وسلم النقص المتوهم عن شماله عز وجل، فهي شمال يمين مباركة، يمين في البركة والقوة، وليس فيها نقص كنقص شمال البشر. ويعني يمكن أن يقال أيثر من ذلك أن يقال لها اسمان، يمين وشمال. وبعض العلماء يجعلون لفظ الشمال شاذا وليس بصحيح، فإن الحديث ثبت في مسلم وأحمد وله طرق متعددة في ذكر الشمال، والصحيح أنه رواية الثقات يعني ما لم يرويه غيرهم ليس شاذا، الشذوذ مخالفة ورواية الثقة مخالفة لمن هو أوثق منه، وكونه ذكر الشمال ليس ذلك مخالفا لذكر اليمين أصلا، والجمع ممكن، وكما ذكرنا هي شمال يمين في البركة والقوة، أو لها اسمان كما ذكرنا، فلا ينبغي تضعيف الرواية بذلك. يخفض به بالعدل سبحانه وتعالى من شاء ويرفع من شاء. قال: وقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يقبض يوم القيامة الأرض وتكون السماوات بيمينه ثم يقول: أنا الملك. اتفق عليه من حديث ابن عمر. قال: وتصديقه صلى الله عليه وسلم اليهودي الذي قال له: يا محمد، إن الله تعالى يمسك السماوات على إصبع، والأرضين على إصبع، والجبال على إصبع، والشجر على إصبع، والخلائق على إصبع، ثم يقول: أنا الملك. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم تعجبا وتصديقا له، أي تعجبا من أن اليهود ما زال عندهم من علم أسماء الله عز وجل وصفاته وأفعاله، وذلك أنه قال: إنا نجد في التوراة. وتصديقا لا، لأن هذا مما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم مثله، قوله عز وجل: والسماوات مطويات، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. وأما من زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحك إنكارا فهذا من الجهل العظيم، فمثل هذا لا يضحك فيه لو كان هذا مما لا يجوز كما يزعمه أهل البدع في صفات الرب سبحانه وتعالى، وأن هذا الكلام فيه تشبيه وكفر، فكيف يضحك النبي صلى الله عليه وسلم في موضع يذكر فيه الرب بسوء على زعمكم؟ وكيف يقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه تصديقا لقول الحبر، وهو فهم منه ذلك وعلم من النبي عليه الصلاة والسلام ذلك، ثم تزعمون أنتم وأنتم بعيدون تمام البعد بينكم وبين الرسول صلى الله عليه وسلم
يعني ما بينكم من السنين والأمكنة والأزمنة، والجهل بسنته والجهل بطريقته في صفات الرب سبحانه وتعالى، تقولون أن ذلك استهزاء بقول الحبر. ابن مسعود رضي الله عنه الذي حضر القصة قال تصديقا لقول الحبر: أنتم يعني تكذبون وتقولون غير ذلك. في رواية في الصحيح قال: إنا نجد أن الله يضع السماوات على ذه، والأرضين على ذه، والجبال على ذه، ويشير إلى أصابعه، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر عندما ذكر قبض الرب سبحانه وتعالى الأرض والسماوات بيمينه، فجعل يقبل بيده ويدبر ويقول ويهزهن ويقول أنا الملك، وجعل الرسول صلى الله عليه وسلم يقبل بيده ويدبر، يقبضها ويبسطها، حتى رجف المنبر برسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى قال ابن عمر: أساقط هو برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ المنبر اهتز، وهذا من معجزات النبي عليه الصلاة والسلام، اهتز من ذكر يعني صفات الرب سبحانه وتعالى ومن كلام النبي عليه الصلاة والسلام عليه. الحديث فيه ذكر اليد والأصابع على ما يليق بجلال الله، في بعض الروايات 5 وبعضها 6، ولذلك يعني لا نذكر عددا محددا لأصابع الرب سبحانه وتعالى، بل له أصابع سبحانه وتعالى كما أراد، يعني كما هي صفته عز وجل، كما هي صفته وليس كما أراد. وقوله صلى الله عليه وسلم: لما خلق الله الخلق كتب بيده على نفسه: إن رحمتي تغلب غضبي. يعني قلنا على نفسه، يعني أحق ذلك على نفسه، إنما كتبه عز وجل في كتاب عنده، كتبه على نفسه أي أوجبه أو أحق على نفسه: إن رحمتي تغلب غضبي كما مضى. الشاهد منه هنا كتب بيده في إثبات اليد أو اليدان. وقوله صلى الله قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يفتح أبواب السماء في ثلث الليل الباقي، فيبسط يديه فيقول: ألا عبد يسألني فأعطيه. الحديث تقدم، والشاهد منه فيبسط يديه. وقوله صلى الله عليه وسلم: من تصدق بعدل تمرة، بما يعادل تمرة، بعدل تمرة من كسب طيب، ولا يصعد إلى الله إلا الطيب، فإن الله يتقبلها بيمينه، ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوة، المهر الصغير، الفرس الصغير، حتى تكون مثل الجبل، حتى تكون مثل الجبل. اتفق عليه. الشاهد منه أن الله يتقبلها بيمينه، تصبح التمرة مثل الجبل في البرق نتيجة البركة والنماء الذي وقع فيها، يربي الصدقات عز وجل، يزيدها حتى يثاب العبد عليها أضعافا مضاعفة. الشاهد منه: لا يصعد إلى الله إلا الطيب، الصعود إلى الله إثبات صفة العلو، وإثبات أن الله يتقبلها بيمين إثبات اليمين لله عز وجل. وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث احتجاج آدم وموسى: فقال آدم: يا موسى اصطفاك الله بكلامه وخط لك التوراة بيده، كتب لك التوراة بيده، خط معنى كتبها بيده عز وجل، وهذه كتابة فعله عز وجل، كتابة غير مخلوقة، صفة من صفات الصفة فعلية. كتب له التوراة في الألواح كما قال: وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء، فكتبها سبحانه وتعالى بيده، في إثبات اليد وإثبات الكتابة التي يفعله عز وجل، وإثبات الكلام، فإن الله عز وجل اصطفاك بكلامه، قال اصطفاك الله بكلامه، أي خصه بأن سمع كلامه من الله بلا واسطة. وأيضا من قوله التوراة: فإن التوراة كلام الله سبحانه وتعالى، فإن كتب الله تتضمن كلامه. وقوله صلى الله عليه وسلم: إن يد الله هي العليا، ويد المعطي التي تليها، ويد السائل أسفل من ذلك. حديث صحيح روى نحو البخاري ومسلم والنسائي، هذا حديث رواه ابن خزيمة من
صحيح من حديث حكيم بن حزام: يد الله هي العليا، الشاهد منها إثبات علو يد الله عز وجل، ثم بعد ذلك علو يد المعطي على يد السائل الآخر. وقوله صلى الله عليه وسلم في قصة خلق آدم، فقال الله تبارك وتعالى: ويداه مقبوضتان اختر أيهما شئت، فقال: اخترت يمين ربي، وكلتا يدي ربي يمين مباركة، ثم بسطها فإذا فيها آدم وذريته. إسناده حسن. لما خلق الله آدم ونفخ فيه الروح قال تبارك وتعالى: ويداه مقبوضتان. إذن البسط والقبض من فعل الرب سبحانه وتعالى بيده، يقبض ويبسط، من صفات الأفعال، ولذلك هي معلقة بالمشيئة. ففي وقت يقبض الله عز وجل هذا، وفي يد يبسط الله عز وجل هذا. وأما بل يداه مبسوطتان فهذا في النفقة والجود والعطاء، فعلى الدوام ينفق سبحانه وتعالى. وأحيانا يقبض يده عز وجل، كما قال: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. هو يقبض الأرض بيمينه، وتكون السماوات أيضا بيمينه. وهذا الحديث قال: اخترت يمين ربي، وكلتا يدي ربي يمين مباركة. إذا اليد الأخرى يعني هي الشمال، ولكن قال هنا: كلتا يدي ربي يمين، لأنه عندما اختار اليمين نزه الشمال عن النقص. ولذا قال: وكلتا يدي ربي يمين، لكنه اختار اليمين، اختار اليمين. وقوله صلى الله عليه وسلم في قصة سؤال موسى عليه السلام ربه عز وجل عن منازل أهل الجنة، قال: يا ربي فأخبرني بأعلاهم منزلة، قال: هذا أردت. وفي رواية: أولئك الذين أردت، يعني الذين أرادهم الله. وهذا أردت يعني هذا الذي أراد الله عز وجل أن يذكره ويبين، لأن هؤلاء الذين أراد الله اصطفاءهم واجتباءهم واختيارهم عنده عز وجل، وأراد أن يسأل عنهم ليبين صفتهم. قال: أولئك الذين أردت. وقال هنا في هذه الرواية: قال: هذا أردت فسوف أخبرك، وأردت كرامتهم بيدي وختمت عليها، فلم تسمع أذن ولم ترى عين ولم يخطر على قلب بشر. نسأل الله أن يجعلنا منهم. الله عز وجل غرس كرامة المؤمنين في جنة عدن بيده، هذا من أعظم ما شرف به المؤمنون، أن الله غرس ما أكرمهم به من أنواع النعيم بيده سبحانه وتعالى. قال: غرست كرامتهم بيدي، وهذا تشريف عظيم للمؤمنين، كما أن أعظم شرف لآدم عليه السلام، أو من أعظم الشرف لآدم، أن الله خلقه بيده، كما أن من أعظم الشرف لموسى أن الله خط له التوراة بيده. هذا شرف عظيم، وقد جاهل إبليس ذلك الشرف، كما جاهله المحرفون، أو نقول جاهله المحرفون كما جاهل إبليس، حيث لم يلتفت إلى أن الله عز وجل كرم آدم بأن خلقه بيده، حين قال الله: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، استكبرت أم كنت من العالين. فبين له لماذا فضل آدم، خلقه بيده، فمن خلقه بيديه لا يكون كمن قال له كن فكان. وإبليس غافل عن ذلك، وغافل عن يعني تكريم الله عز وجل لآدم بأن خلقه بيده. قال: وقوله صلى الله عليه وسلم: تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة يكفأها الجبار بيده، ويتكفأها يعني يضعها في كفه سبحانه وتعالى، يكفأها الجبار بيده نزلا لأهل الجنة. يجعل الله عز وجل الأرض طعاما لأهل الجنة، الأرض هذه التي يكون يعيش الناس عليها تكون خبزة، تكون خبزا وطعاما لأهل الجنة، كلها تكون كذلك. هذا من كرامة الله عز وجل، الله يعطيهم الأرض على صفة أخرى، يعني الأرض تراب، الأرض طين، الأرض معادن وحديد، الله عز وجل يجعلها في كفه نزلا إلى الجنة. كل الخير الذي فيها يعني الناس إنما يغتني بعضهم
ويتملك بعضهم بما يعطيهم الله من أجزاء من الأرض، وهي تسعهم وزيادة، ووسعت الملايين من البشر، آلاف الملايين عبر السنين، والله عز وجل يعطيها خبزة واحدة لأهل الجنة، خبزة يعني طعاما لأهل الجنة، يجعلها الله عز وجل طعاما يأكلونها، يعني فضلا عما أعد لهم سوى ذلك. وقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها، رواه مسلم. هذه في صفة الفعل وصفة الذات، فصفة الذات إثبات اليد، وصفة الفعل البسط، وذلك مقيد بوقت إلى طلوع الشمس من مغربها. فالله يبسط يده بالليل والنهار ليتوب إليه المسيئون، فمن أساء بالنهار فله فرصته في الليل، ومن أساء في الليل فله فرصته في النهار، فضلا عمن كانت توبته أسرع من ذلك، كأن يذنب في النهار فيتوب في النهار، فيد الله عز وجل مبسوطة إليه بالقبول. وكل هذه الأحاديث نثبت فيها المعنى الذي يدل عليه السياق من معنى القبول كما ذكرنا مثلا، أو معنى النفقة، أو معنى الجود والكرم في البسط مثلا بين يديه مبسوطتين في النفقة، وهنا في القبول مع إثبات صفة اليد لله عز وجل. وقوله صلى الله عليه وسلم: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. سبق هذا الحديث، وهو يدل على أن الله يحب من شاء من عباده، وأن صفة المحبة صفة فعلية تتعلق بوقت معين، بعد أن يتقرب العبد إلى الله بالفرائض ثم بالنوافل يحبه الله سبحانه وتعالى، أي يحبه كله. قبل ذلك كان يحب منه فعل الطاعات، ولا شك أن فعل الطاعات يحبه الله عز وجل، ولكن يكون العبد محبوبا من كل وجه هذا أمر آخر زائد على مجرد حب الطاعات منه، إذا إنما يصل درجة المحبوبية الكاملة إذا واظب على النوافل بعد الفرائض. فالله يتقرب إليه، فالقرب منه أيضا هذا يعني يمكن أن يجعل من الصفات أن الله يصح التقرب إليه قربا، يعني العباد يقربون من الله سبحانه وتعالى. الجهمية ينفون أن الله يقرب من خلقه، وينفون أن الخلق يقربون من الله، ويزعمون أن كل ذلك تشبيه، وهذا باطل. فالخلق يتقربون إلى الله بأرواحهم وأبدانهم كما شاء عز وجل، وهو يتقرب إليهم عز وجل، لكن تقربه إليهم مأخوذ من أحاديث أخرى، هنا فيه ذكر المحبة. وأما قوله فإذا أحببته كنت سمعه الذي أسمع به، فمعناه أن الله يؤيده ويقويه، ليس أن الله يصبح هو صفة العبد، أو أن العبد يصبح هو صفة الرب، أو أنه يحل فيه، بل هذا الكفر البواح والعياذ بالله، الذي يقول ذلك أن العبد يحل في الرب أو الرب يصبح هو العبد، هو الكفر الأكبر الناقل عن الملة بلا نزاع. وإنما معنى الحديث كنت سمعه الذي يسمع به، ما تفسره الروايات الأخرى فبي يسمع وبي يبصر، نحو لا قوة إلا بالله، وهذا كله أن الله يقويه، أن الله يجعل له في سمعه قوة على طاعته، ويريه سبحانه ما لا يرى الناس، ويسمعه ما لا يسمع الناس بفضله سبحانه وتعالى، ويكون ذلك في مرضاته. وكذا في البطش والمشي، فيوفقه الله لما لا يوفق له غيره، ويكون ذلك في طاعته عز وجل. وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أحب الله العبد نادى جبريل إن الله يحب فلان فأحبه، فيحبه جبريل، فينادي جبريل في أهل السماء إن الله يحب فلان فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض، أي يحبه أهل الإيمان
في الأرض. رواه البخاري عن أبي هريرة. إذا أحب الله العبد، في إثبات صفة المحبة لله عز وجل، فالله يحب من شاء من عباده، وهم الذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق فيما رويه عن ربه أنهم المؤمنون المتقربون إلى الله بالفرائض، ثم المواظبين على النوافل، المواظبون على النوافل. وأن جبريل يحب العبد إذا أحبه الله عز وجل وناداه، تبعا لحب الله سبحانه وتعالى. وكذا محبة الملائكة وأهل السماء وأرواح المؤمنين ومن أذكره الله عز وجل للسماوات، ثم المؤمنون في الأرض. ومن علامات حب الله عز وجل العبد وضع القبول له في الأرض. وتكملة الحديث تدل على إثبات أن الله يبغض بعض خلقه، فإن الله إذا أبغض الله عبدا نادى جبريل إن الله يبغض فلانا فأبغضوه، فيبغضه جبريل، ثم ينادي جبريل في أهل السماء إن الله يبغض فلانا فأبغضوه، فيبغضه أهل السماء، ثم توضع له البغضاء في الأرض. فبغض قلوب المؤمنين لعبد من علامات بغض الله عز وجل، نعوذ بالله من ذلك. وقوله صلى الله عليه وسلم: وما أحد أصبر على أذى يسمعه من الله يدعون له الولد ثم يعافيهم ويرزقهم. رواه البخاري ومسلم. هذا فيه أن الله عز وجل صبور، يحلم سبحانه وتعالى ولا يعاجل بالعقوبة، بل يسمع سبحانه وتعالى أذاهم له عز وجل وهو لا يضره عز وجل. فالأذى لا يضر، ولكن يؤذون الله ورسله حين يدعون له الولد، كالنصارى والمشركين الذين يقولون الملائكة بنات الله، واليهود الذين يقولون عزير ابن الله، والعياذ بالله من ذلك. ثم هو مع ذلك يعافيهم في أبدانهم وأموالهم وأولادهم، ويرزقهم عز وجل ما شاء سبحانه وتعالى. وقوله صلى الله عليه وسلم: عجب ربنا من قنوط عباده وقرب خيره. والحديث هذا ضعفه الألباني وحسنه ابن القيم، وذكر أن العلماء تلقوه بالقبول. حديث أبي رزين العقيلي: عجب ربنا من قنوط عباده، من يأسهم، وقرب خيره في المطر. وقوله صلى الله عليه وسلم: عجب ربنا من قوم يقذون إلى الجنة بالسلاسل. هذا الحديث رواه أحمد والبخاري من حديث ابن مسعود، وهذا حديث صحيح، إثبات العجب من الله عز وجل، وليس ذلك ناشئا عن الجهل، وإنما لاجتماع أمرين يعني متضادين، فهم يقادون إلى الجنة بالسلاسل، كونهم يكرهون الإسلام أول الأمر، ولكن ذلك هو الخير لهم، وذلك هو المصلحة لهم، ومآلهم إلى الجنة بسبب أسرهم وهزيمتهم للمسلمين. فهو اجتماع أمرين كما ذكرنا في أمر التردد. وقوله صلى الله عليه وسلم: يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر، كلاهما يدخل الجنة. يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل، ثم يتوب الله على القاتل فيسلم، فيقاتل في سبيل الله فيقتل ويستشهد. اتفق عليه، وهو يثبت ضحك الرب سبحانه وتعالى. هذا الضحك ضحك يليق بجلاله وعظمته، نمره كما جاء. وضحكه عز وجل يدل على حصول الخير منه، كما قال مقيس بن عامر: أو يضحك ربنا عز وجل؟ قال: نعم. قال: لن نعدم من رب يضحك خيرا. فضحك الرب عز وجل، ضحك الرب عز وجل دليل على حصول الخير منه. وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولا بعده مثله. هذا صريح في إثبات الغضب، أنه من صفات الأفعال التي تتعلق بوقت معين، تتعلق بوقت معين، حيث قال: إن ربي قد غضب اليوم غضبا،
لم يغضب قبله مثله ولا ولن يغضب بعده مثله. صفة الأفعال تتعلق بمشيئته عز وجل، يفعل ما يشاء في أي وقت يشاء. ويصح نفيها لأن كمال صفات الأفعال أن يفعلها الله عز وجل متى شاء ويتركها متى شاء ويترك فعلها متى شاء. ولذلك يصح نفيها قبل هذا الفعل، قبل هذا الوقت وبعده، كما نقول أن الله كلم موسى حين كلمه ولم يكن كلمه قبل ذلك، ولا هو يكلمه الآن عند جبل الطور، خلافا للأشاعرة القائلين بأن صفة الكلام الأزلية القديمة لا تكون في وقت، ولا يثبتون أصلا صفة الأفعال، وكذا المعتزلة ينكرون صفة جملة. لكن هنا نفى صفة هذا الغضب، والنفي هنا عن مثل هذا الغضب، لم يغضب قبله مثله، وإلا فقد غضب قبل ذلك سبحانه وتعالى، ويغضب بعد ذلك، وعقابه لأهل النار غضب، كما ذكرنا لا تزول هذه الصفة، ولكن يفعل الله عز وجل منها ما يشاء. وقوله صلى الله عليه وسلم: من أعان على خصومة في باطل فقد باء بغضب من الله. وضعفه الشيخ الألباني رغم أنه قال رواه بسند صحيح، لكن الرواية الأخرى تقويه، وهي رواية: من خاصم في باطل لم يزل في سخط الله حتى ينزع. والعياذ بالله، من خاصم في باطل لم يزل في سخط الله حتى يتوب إلى الله عز وجل. وإسناده صحيح. وقوله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، فمن رجل يدعو امرأته إلى فراشه فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى أرضى عنها زوجها. الله سبحانه وتعالى جعل سخطه وغضبه على من يسخط عليها زوجها إذا دعاها إلى فراشه. طبعا في إثبات اليد، حيث قال: والذي نفسي بيده، فيه إثبات علو الله عز وجل أنه في السماء، أي في العلو، إلا كان الذي في السماء، في إثبات السخط ساخطا عليها، أعوذ بالله من سخطي وخير، رحمك الله. وقوله صلى الله عليه وسلم: وإذا أبغض عبدا دعا جبرائيل فيقول: إني أبغض فلانا، فأبغضه، قال: فيبغضه جبريل، ثم ينادي جبريل في أهل السماء: إن الله يبغض فلانا فأبغضه، رحمك الله، قال: فيبغضونه، ثم توضع له البغضاء في الأرض. وقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. رواه مسلم، في إثبات الرضا، وأن الله عز وجل يرضى من العبد بالقليل، فيحمد، فبحمده ثنائه على الله عز وجل واعترافه بأن النعمة من هذه اللقمة والأكلة والشربة منه عز وجل، ويثني على الله بقوله: الحمد لله، بذلك فإن الله يرضى عنه بذلك، له الحمد عز وجل، يرضى بالقليل من العمل ويغفر الكثير من الذنب، شكور عز وجل. وقوله صلى الله عليه وسلم في قصة أصحاب بئر معونة: بلغوا قومنا عنا أن قد لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا، وهو في إثبات صفة الرضا، وحديث صحيح من حديث أنس، وهو من التنزيل المنسوخ تلاوة، كان قرآنا يتلى. وقوله صلى الله عليه وسلم في قصة سبي هوازن: الله أرحم بعباده من هذه بولدها. المرأة التي كانت تبحث عن صبي في السبي حتى ولدت صبيا، فأخذته فألصقته ببطنها وأرضعته، فقال: الله أرحم بعباده من هذه بولدها. وهؤلاء عباده المؤمنون، هؤلاء العباد المؤمنون، نسأل الله أن يجعلنا منهم. حديث أخرجاه من حديث عمر. وقوله صلى الله عليه وسلم: جعل الله الرحمة 100 جزء فأمسك عنده 99 جزءا ونزل في الأرض جزءا واحدا، فمن ذلك الجزء تتراحم الخلائق،
حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها خشية أن تصيبها. أخرجه من حديث أبي هريرة. هذه الرحمة المخلوقة أثر من آثار اتصاف الرب عز وجل بالرحمة، فلأن الله عز وجل هو الرحمن الرحيم جعل رحمة في عباده، وهذه الرحمة قسمها 100 جزء، فبجزء واحد من 9 من 100، بجزء واحد من 100 تتراحم الخلائق. كل ما في هذه الدنيا من رحمة في قلوب الحيوان والوحش والبشر والأولين والآخرين، كل ذلك من أجزاء رحمة واحدة، وادخر عنده 99 ليوم القيامة. نسأل الله أن يرحمنا. هذه الرحمة المخلوقة أثر من آثار اتصاف الرب عز وجل بالرحمة التي صفته سبحانه وتعالى. ولمسلم معناه من حديث سلمان قال، وفيه أن الله جعل الرحمة 100 جزء، كل رحمة طباق ما بين السماء والأرض، يعني الرحمة الواحدة تملأ ما بين السماء والأرض، يرحم الله بها من شاء، نسأل الله يرحمنا. فإذا كان يوم القيامة كملها بهذه الرحمة، كمل 100 بهذه الرحمات. وقوله صلى الله عليه وسلم، أعوذ بعزتك الذي لا إله إلا أنت الذي لا يموت، وأنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون، أخرجه البخاري. في إثبات صفة العزة وإثبات صفة الحياة وصفة الإلهية، أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت الذي لا يموت. وقوله صلى الله عليه وسلم عن أيوب، بلى وعزتك ولكن لا غنى لي عن بركتك، لا غنى بي عن بركتك، أن أيوب كان يغتسل عريانا فخر عليه جراد من ذهب، فجعل يحثي في ثوبه، يعني بدل من أن يلبس الثوب جعل يجمع الجراد من الذهب في ثوبه، فقال الله له، أولم أكن أغنيتك عن هذا، كان غنيا أعطاه الله وسع عليه بعد مرضه، بعد شفاء من مرضه، فقال بلى وعزتك، يعني قد أغنيتني ولكن لا غنى لي عن بركتك، يعني إنما يجمع هذا تبركا لأنه نزل من عند الله وعطية من الله عز وجل هذا الجراد من ذهب، وليس لأجل أنه يريد المال فقط، بل لأنه لا يستغني عن بركة الله، عن البركة التي هي من عنده. ففي إثبات العزة قال بلى وعزتك، أخرجه البخاري. وقوله صلى الله عليه وسلم، اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، نور السماوات والأرض يعني منور السماوات والأرض وهادي أهل السماوات والأرض وخالق النور في السماوات والأرض، وهو عز وجل النور سبحانه وتعالى، فله الحمد عز وجل لوجهه نور، كما قال وأشرقت الأرض بنور ربها، وقال أعوذ بنور وجهك، فالله عز وجل لوجهه نور سبحانه وتعالى، كما سبقت الحديث بذلك. ومن آثار اتصافه عز وجل بالنور أنه جعل النور، خلق النور في السماوات والأرض وجعل في السماوات والأرض نورا، فأنت نور السماوات والأرض، ليس أن الله هو هذا النور المخلوق كنور الشمس أو النجوم أو القمر أو الكواكب أو النور المخلوق، ليس أن الله هو هذا النور المخلوق، ولكن الله منور السماوات والأرض، فهو سبحانه وتعالى خالق النور فيهما، ولا شك أن ذلك من آثار اتصافه بصفة النور عز وجل، لأن النور من صفته عز وجل، فهو خلق النور في السماوات والأرض، وخلق النور في من شاء من خلقه فيهما، لأنه قال أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، نور من في السماوات والأرض ممن جعل الله في قلبه نورا، وأعظم ذلك نور الإيمان في قلوب الملائكة والمؤمنين، فالله عز وجل هو الذي جعل هذا النور وخلقه في قلوب من شاء من خلقه، وهدى بهذا النور من شاء من خلقه سبحانه وتعالى.
كلام السلف في تفسير الله نور سن الأرض يدور حول ما ذكرنا، أخرجاه من حديث ابن عباس، وقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. رواه مسلم والأربعة. أعوذ برضاك من سخطك، إثبات الرضا والسخط، أننا لا نعوذ من سخط الله إلا برضاه، ولن نوفق للبعد عن معصيته إلا بتوفيقه لنا لطاعته عز وجل. ونعوذ بك منك، يعني يعوذ مما قدره الله من السوء بالاعتصام بالله عز وجل واللجوء إليه، فإن الأمر كله من عنده، الخير والشر كله من خلقه وإيجاده، فتعوذ بالله سبحانه وتعالى منه، بمعنى أنك تسأله أن يعيذك من شر ما قضى، نحو قوله عليه الصلاة والسلام: أعوذ بك من شر ما قضيت. وكذا نعوذ بالله من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء، وذلك أننا نؤمن بالقدر خيره وشره. يعني إيه القدر خيره وشره؟ نؤمن أن الله قدر الخير وقدر الشر، فالشر مقدر من عنده، من خلقه وإيجاده عز وجل، فنعوذ بالله منه، نعوذ بالله أن يقدر علينا شرا، نسأله أن يصرف عنا الشر والسوء إلى الخير، نفر من قدر الله بالسوء والشر إلى قدر الله بالخير والنعمة والفضل. وقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. قال ثم قرأ: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. خرجاه من حديث أبي موسى. يملي له، يتركه عز وجل ويمد له في الظلم والفساد، ثم يأخذه عز وجل بالعقاب أخذ عزيز مقتدر، وهو نحو قوله: وهو شديد المحال، شديد الأخذ بالعقوبة. وقوله صلى الله عليه وسلم: فإن الله لم يكن لينسى شيئا وما كان ربك نسيا. النفي، حديث حسن، الله عز وجل لا ينسى. وقوله صلى الله عليه وسلم، والحديث أصلا: ما أحل الله في كتابه فهو حلال، وما حرمه فهو حرام، وما سكت عنه فهو عفو. كان لو كان ذكر الحديث كاملا كان أولى، وذلك أنه قال: وما سكت عنه فهو عفو، وإن الله لم يكن لينسى شيئا وما كان ربك نسيه. فيه نفي صفة النسيان، وذلك لكمال العلم، ودي من صفات النفي، صفات النفي بمعنى ينفي عن الله النقص، وإثبات السكوت أيضا، أنه قال: وسكت عن أشياء رحمة بكم من غير نسيان. السكوت صفة من صفات الله عز وجل، أن الله يتكلم إذا شاء. وقوله صلى الله عليه وسلم في حلفه: لا ومقلب القلوب. الله يقلب قلوب عباده، وقلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن. قوله صلى الله عليه وسلم: ما من قلب إلا هو بين إصبعين من أصابع الرحمن، فإذا شاء يقيمه أقامه، وإذا شاء يزيغه أزاغه. فاللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. حديث رواه أحمد والشيخان، ورواه غيره عن حديث عائشة: وفي صدري يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. حديث صحيح، رواه النسائي وأحمد وابن أبي عاصم. وقوله صلى الله عليه وسلم في صفة الجنة والنار: لا يزال يلقى فيها، أي في النار، يعني لا يلقى فيها يعني النار، وتقول: هل من مزيد، حتى يضع فيها رب العالمين قدمه، فينزوي بعضها إلى بعض، يجتمع بعضها إلى بعض، وتقول: قد بعزتك وكرمك. في رواية: قد، أي قد اكتفيت. لا تزال جهنم تقول: هل من مزيد، حتى يضع رب العزة فيها قدمه، فيها بمعنى عليها، في الرواية كما فيها الرواية الأخرى، يضع عليها رجله عز وجل، في إثبات الرجل
وإثبات العزة والكرم، أنها تقول بعزة تقسم بالله أنها قد اكتفت، فلا ينجي من النار إلا هو عز وجل. لا تزال جهنم تطلب المزيد من الناس، والله قد وعدها أن تملأ، لن يكفينا إياها إلا الله. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا شخص أغير من الله، علقها البخاري ورواها مسلم أصلا في الصحيح، رواه البخاري معلقا ووصله مسلم، والدارمي وابن أبي عاصم. وهي لا شخص بمعنى لا أحد. وقوله صلى الله عليه وسلم: أتعجبون من غيرة سعد؟ والله لا أنا أغير منه، والله أغير مني، من أجل غيرة الله حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. الله عز وجل يغار، وغيرته تحريم الفواحش. الله عز وجل يكره أن يأتي عباده الفواحش. الغيرة صفة لائقة بجلاله عز وجل. قال: ولا أحد أحب إليه العذر من الله، ومن أجل ذلك بعث المبشرين والمنذرين. الله يحب العذر، ولم يعذب عباده إلا بعد إقامة الحجج تلو الحجج. لم يكتفي بحجة واحدة، لم يكتفي بالميثاق ولا بالفطرة، بل بعث المبشرين والمنذرين. ولم يعذب أحدا إلا بعد قيام الحجة. لماذا؟ لأنه يحب العذر سبحانه وتعالى، صفته عز وجل. ولا أحد أحب إليه المدح من الله، ومن أجل ذلك وعد الجنة، لكي يمدحه العباد ليكسبوا الجنة. الحديث رواه البخاري. والآيات والأحاديث في هذا الباب كثيرة جدا، يحتاج استقصاؤها إلى بسط طويل. وفيما ذكرنا كفاية، وما أشبهه فسبيله سبيله، حقه التسليم والقبول. قال تعالى: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ولا نضرب كتاب الله بعضه ببعض، فنتبع ما تشبه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، كما يفعله الذين في قلوبهم زيغ. عاذنا الله وعصمنا من ذلك بمنه وكرمه وفضله، إنه سميع مجيب. سنذكر المرة القادمة إن شاء الله هل هذه الآيات والصفات من المتشابه، وما معنى ذلك. نعم، هي من المتشابه الذي اشتبه على أهل الزيغ والضلال، واتسق الكتاب كله عند أهل الحق، لأنهم ردوا المتشابه المحكم ففهموا المقصود ونفوا المعنى الباطل. السؤال الظاهر صح، كتبه قبل ما يسمع كلام اللي قلناه، يقول: الحديث يضع فيها رب العالمين قدمه، ألا يدل على الحلول في المخلوقات؟ أولا لابد أن تعتقد نفي الحلول مبدئيا، الله لا يحل في مخلوقاته، ولكن قلنا فيها بمعنى إيه؟ عليه، كما في الرواية الأخرى: الله جعل الرحمة 100 جزء، دي الرحمة المخلوقة كلها، ونزل واحدة منها وادخر عندها 99، دي كلها من آثار اتصافه بالرحمة التي هي صفته عز وجل. هل في قول بعض أهل العلم إذا أحب الله عبدا أقبل الله إليه بقلوب عباده؟ قلت إن الله لا يؤذى، لا أنا قلت ما قلتش كده، قلت إن الله لا يضر، إن الله إيه؟ لا يضر، إنما يصبر على أذى يسمعه. إن الذين يؤذون الله ورسوله، لا أنت جبتها، أنت ما سمعتش كويس. إحنا قلنا إن ربنا عز وجل يسمع الأذى، ولكن هذا الأذى ليس ضررا. كلام أهل العلم اللي قالوا كلام ده كلام أهل التأويل، اللي بيقولهم إذا أحب الله عبدا أقبل الله إليه بقلوب عباده، ده تفسير ثم توضع له ليه؟ يوضع له القبول في الأرض. لكن إن ده هو المحبة، لا، المحبة ده حاجة، ده ما يقبل الله بقلوب عباده المؤمنين إلى هذا العبد، هو أثر من آثار حب الله عز وجل له. صفة الكلام صفة ذات ولا صفة فعل؟ هي صفة من جهة النوع صفة ذات، ومن جهة آحاد الكلام صفة فعل. فآحاد لم يزل الله متكلما إذا شاء، متى يتكلم؟ إذا شاء، في وقت معين. في أسئلة حول إيه بعض يعني بيسأل الأخ، بيقول في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، إنه بيقول على كلام المتكلمين الفلاسفة
قول بعض الفرق ان الاجسام مركبة من الجواهر المفردة. والله ده من رحمة ربنا ان احنا ايه ما بنشرحش الكتب اللي فيها الكلكعة دي ولا نقعد لا محتاجين نفهمها انها ماتت الحمد لله، ما هي ممكن تتشرح ونقعد ساعتين نشرح فيها على بال ما نفهمها. والحمد لله كلام ربنا وكلام النبي صلى الله عليه وسلم اعظم بركة من هذه الخزعبلات الحمد لله، وهو الكلام اللي بيقوله ربط عشان ايه يتبين ابن تيميه بيرد على اهل البدع. الحتت دي احسن حاجه فيها في كتب المتقدمين انها ماتت خلاص عدوها، اما ان احنا نقعد نفصصها تفصيص جامد ملهاش لازمه مش محتاجينها. بيقول في التدمريه في رده على من اثبت ان الاجسام متماثله، قال وايضا فالاعتماد بهذا الطريق على نفي التشبيه اعتماد باطل، وذلك انه اذا ثبت تماثل الاجسام فهم لا ينفون ذلك إلا بالحجة التي ينفون بها الجسم، وإذا ثبت أن هذا يستلزم الجسم وثبت امتناع الجسم كان هذا وحده كافيا في نفي ذلك، لا يحتاج نفي ذلك إلى نفي مسمى التشبيه، لكن نفي الجسم يكون مبنيا على نفي هذا التشبيه بأن يقال لو ثبت له كذا وكذا لكان جسما، ثم يقال والأجسام متماثلة فيجب اشتراكهما فيما يجب ويجوز ويمتنع وهذا ممتنع عليه. لكن حينئذ يكون من سلك هذا المسلك معتمدا في نفي التشبيه على نفي التجسيم، فيكون اصل نفيه نفي الجسم، وهذا مسلك اخر سنتكلم عليه. الكلام مفهوم، هو قصده ان نفي التشبيه مش لازم ينبنى على نفي التجسيم، بس الكلام مش مهم اصلا ولا فائده فيه. هو زي ما قلنا ان اللي قالوا الكلام ده ايه ماتوا وبدايتهم ماتوا، وكان لابد تموت، اصل كلام اهل البدع ده كلام ليس له قبول في الخلق. كلام الله وكلام الرسل صلى الله عليه وسلم هو الذي جعل الله له قبول، رسله صادقون مصدقون، لان ربنا جعل قبول للكلام ده، والكلام ده جعل له رفض في قلوب العباد. عشان كده حتى النهارده اللي بيعتقدوا خلاصه البدع دي ما يعرفوش يفهموا الكلام ده، يعني ممكن يوصل للنتيجه يقول لك ان احنا بننفي الصفات اللي بيسموها توهم التشبيه. خلاصة الكلام هو ممكن يكون مبني على الكلام الفاسد بتاعهم ده، ولكن هو تلاقيه مش فاهم الكلام ده، خلاص الكلام ده مات الحمد لله. فالحاجات اللي ماتت دي خلاص مش لازم نحييها، عشان كده واحد بيختار كتاب معالي القبول عن غيره من الكتب، لان معظم كتب العقيده الثانيه فيها ايه فيها من الكلام ده كتير جدا. وذاك الواحد لما يقعد نتكلم عن ايات واحاديث ده رحمه من ربنا، لما نقعد نتكلم عن الكلام نشرح بقى الكلام ده يتشرح الكلام ده، ولكن ايه فايدته يعني. فالحمد لله. اه والله فعلا، والمنهج فعلا منهج اهل السنه لا يحتمل يعني زياده عليه. قول ابي الحسن الاشعري ان الله عز وجل يستوي على عرشه كما قال يليق به من غير طول الاستقرار كما قال الرحمن عرش استوى. وبقول السياق يبدو انه غير متسق، لا هو كده كلام يعني بيقول ان استواء معناه كما اخبر يليق استواء يليق بجلاله من غير طول الاستقرار، دي هذا امر لم يرد نفيه، وورد في طرق ضعيفه عن بعض السلف لفظ تفسير الاستواء بالاستقرار ولكنه ليس بصحيح. هنا الاستواء يفسره السلف بالارتفاع والصعود والعلو، والاستقرار ده نقله ابن القيم عن مقاتل اظن ولم يعتمده السلف ولم يقبلوه، وبالتالي فاحنا لا احنا فيه ولا احنا نثبته المسألة الاستقرار دي. لك العتبة بمعنى لك الاعتذار، نعتذر الى الله ونطلب منه ان يعفو عنا وان يعني يقبل معذرتنا، وله الحمد عز وجل على كل حال. بمعنى المستعتب يعني طلب العتبة بمعنى أن لك الحق علينا، يعني نحن يا ربي لا نزعم أننا قد أدينا ما علينا وأنك يعني لم تعطنا ما وعدتنا، لك العتبة أنت يا رب، لك الحق علينا. الميزان مخلوق من المخلوقات، المخلوق عند الله عز وجل يزن به الأعمال والأشخاص والكتب سبحانه وتعالى، وله كفتان بيده الأخرى الميزان. الميزان ده مخلوق عند الله عز وجل. قول النبي صلى الله عليه وسلم في قول الرب عز وجل قول النبي صلى الله عليه وسلم ثم بسطها، بسط رب يده فاذا فيها ادم وذريته، الله جعله في يده سبحانه وتعالى. إيه كيف ذلك بلا كيف؟ ايه المقصود منه؟ كلام مفهوم واضح ان الله جعل ادم وذريته في كفه سبحانه وتعالى، على كفه عز وجل.
ها خيره وبعد ان اختار جعله في قبضته. ايه المانع؟ لما خيره اختار اليمنى جعله فيها. الله اعلم، ما نعرفش، ممكن يكون فيها وممكن يكون بعدها. رؤية المنافقين ربهم، احنا رجحنا ان كل اهل الموقف يرون ربهم. يمكنك ان تراجع الادلة في ذلك في الدرس في الرؤية. هل يمكن ان نقول ارادة شرعية ومشيئة كونية على اعتبار ان الارادة قد تتم او قد لا تتم؟ لا، ما ينفعش نقول ارادة تتم ولا تتم، هي ارادة شرعية وارادة كونية. المشيئة لم ترد الا كونية. هل ميثاق الذر معناه ان الارواح خلقت قبل الاجساد؟ نعم. هل هناك فرق بين ميثاق الذر وميثاق الفطرة؟ ميثاق الفطرة اثر من اثر الميثاق الاول. كلام ابن كثير والطحاوي كلام غلط جدا في الموضوع ده. احنا شرحنا الموضوع ده في اول الكتاب بالتفصيل، اللي هو بيجعل ان مفيش اصلا ميثاق تم. مش الطحاوي في الحقيقة، معلش، هو كلام ابي العز ابن ابي العز الحنفي شرح الطحاوي. لو ان الله يعلم كلمة اقل من اثقل لذكرها فيه.